الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالقه الظنون، يا من لا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. نسألك يا خالقنا ويا إلهنا ويا ربنا أن تصلي على محمد في الأولين وأن تصلي على محمد في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بصحبته في الجنان، اللهم أكرمنا بمرافقته في الفردوس الأعلى يا كريم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا واسع العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، يا من ذكره دواء، يا من ذكره دواء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء. ارحم من كان رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء وسلاحهم البكاء، يا رب الأرض والسماء، يا ربنا يا ربنا يا من سميت نفسك رحمنا رحيما، أتراك تعذب عيونا بكت من خشيتك، أتراك تعذب عيونا بكت من خشيتك يا الله، بكت من حبك يا الله، بكت شوقا إليك يا الله، بكت رجاء فيك يا الله، يا الله لا تعذبنا فلا نقوى على عذابك، لا نحتمل نار الدنيا، يا ربنا لا نحتمل نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟
اللهم أجرنا منها، اللهم اجعل بيننا وبينها أمدا بعيدا، اجعلنا ممن قلت فيهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم اجز عنا والدينا الذين ربونا على طاعتك خير الجزاء، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمهم أحياء وأمواتا، ارحمهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية واجزه عنا خير الجزاء، ومن كان منهم تحت التراب اللهم فصب الرحمة على قبره صبا، اللهم فيسر حسابه ويمن كتابه ويمن كتابه ويمن كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا مع والدينا وأولادنا وأزواجنا في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم حفظ أبناءنا القرآن واجعلهم من أهل القرآن، وأقر أعيننا بهم يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والصراط وزلته، والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته يا رب العالمين. أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يوم يفزع الناس، يوم يخاف الناس، يوم يصيب الناس كرب وغم لا يعلمه إلا أنت، فاجعلنا ممن تظلهم في ظل عرشك يا الله، منا من يتصدق بصدقة سر لا يعلمها إلا أنت، ومنا من يبكي من خشيتك ليلا ونهارا، ومنا من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. اللهم فيا ربنا يا إلهنا اقبل منا دعاءنا، اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم. اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يحاربون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا ربنا، ترى أشلاء تمزق
وترى أجسادا تقطع وترى أطفالا تقتل. اللهم طال ليل الظالمين يا الله، طال ليل الظالمين يا الله، غضبة من غضباتك، بطشة من بطشاتك. يا ربنا أريتنا الإسلام ضعيفا فأرنا الإسلام عزيزا قويا يا رب العالمين. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين، ونفس كربات المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المرجوة، في هذه الليلة الكريمة، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. لنا إخوة مرضى، لنا أخوات سقيمات، من يكشف الضر إلا أنت يا الله، من يشفي إلا أنت يا الله، من يزيل الغم إلا أنت يا الله، يا الله. يئسنا من البشر كلهم وتعلقنا بك يا ربنا، وتعلقنا بك يا ربنا، نوقن أنك تسمعنا، نوقن أنك ترى أيدينا مرفوعة إليك، كيف لا وأنت ترى وتسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. اللهم فأعطنا سؤلنا، اللهم فأعطنا سؤلنا، اللهم فأعطنا سؤلنا يا الله يا رب. اللهم أكرمنا بمجاورة نبيك الكريم، وأكرمنا برؤية وجهك الجميل، أكرمنا برؤية وجهك الجميل يا من خلقت الجمال، يا من خلقت الجمال، وخلقت الجلال، وخلقت كل شيء. متعنا يوم القيامة برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم لنا أسئلة كثيرة، ولنا حاجات كثيرة لا يعلمها إلا أنت، فاقضها لنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.